يمكنني المشاركة في صناعة الأمل. فلنعمل معا على حماية مجتمعنا. طبعاً تم تنظيم هذه الفعالية حياكة أمل تحت عنوان لنعمل معاً على حماية مجتمعنا. الهدف الأساسي من هذه الفعالية تم من خلال جمع الأشخاص ذوي الإعاقة مع الأشخاص الذين هم ليسوا من ذوي الإعاقة لدمجهم وتضمينهم في المجتمع. تعلمت كيف فيني أحيك كمامة وحسينا بروح المشاركة وكنا بدنا نحس إنه إحنا أعضاء فعالين بالمجتمع يعني موجودين. نتمنى إنه تستمر هذه الفعاليات وتزيد لحتى تشارك أكبر عدد ممكن من ذوي الإعاقة ويكونوا أعضاء فعالين بالمجتمع.